Zombie apocalypse. اول حاجه الاعدادات، غنوريكم دابا الاعدادات ديالي. داير كلشي 100، وفي الادوبل في ام دايرها 62، مو دي بي اي داير لها 360، خليها كما هي كاع مقيسه. المهم هنايا الكونترول ديالي هادي ديال التير داير فيها 61، وكل مره كنبدلها حتى كنلقى شي حتى كنتعلم مزيان. والثلج دايرو هنايا، المهم اللي بغى يدير بحال هكا يديرها. المهم دابا غادي ندخلوا للمود ديال التدريب وغادي نوريكم شي حاجه. صراحه الوان شوت سهله بزاف، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، خصك مع الوقت كتولف وانت كتولي كتقنها مزيان. المهم اول حاجه خصك تعلم لها هي السويتش ديال السلاح، كتكون غادي كتجري كتنقز كتضرب المانشوج كتبدل وكتجري. عندي لكم دابا بالزربة بحالك. المهم هادي ضروري خصك تكون، خصك تعلم لها ضروري. هادي علاش؟ باش ما كتبقاش واقف شي يجيبك شي واحد هيد شوت ولا شي عافية، هكا كديرها بالزربة. ومهم هي جي نتايا اللي هنايا وبقا ديرها تتعلم ليها، ماشي شي حاجة هادي. المهم تاني حاجة دابا ندوزو لوان شوت. المهم اول حاجه نديرو هذا هو لادفيرسير، هذا هو الانيمي ديالنا. خصك تخلي واحد المسافه بينك وبينه، من بحال هكا تقريبا، بحال هكا كتخلي هذه المسافه هذه عاد يمكن لك الضرب هنايا. المهم اول حاجه بعدا تعلم بالسباس، سباس سهل على الشوشغان، تتولف السباس عاد دوز للشوشغان الطويله. المهم بعدا كتاخذ هذا الاتجاه هذا، كتكون غادي كتجري كتنقز كتضرب وكتهز. الان غنوريكم كيفاش، راني مخلي هاد لي توش هادو راه كيبانو باش تشوفو كي كيتحرك صبعي بحال هاكا. المهم هي كتنقز كتجيب الام ولا كاميرا جيتو وكتضرب وكتهز الام مزيان بحال هاكا بحال هاكا خصك ديرها. المهم نعاودوها هاكا وكتطلع الام راه كتجي هاد شوش. وكاينه الطريقه اللي سهل منها بزاف كاع. المهم بحال هكا السباس راه كيضرب بعيد على الشوشغان الطويله. المهم داكشي اش قلت لكم تعلموا السباس. المهم ثاني طريقه كتكون غادي كتجري وكتنقز وكتجيب الام في الارض، ودابا هو كاين هنايا في هذه البلاصه هذه، انت كتجيب الام في الارض وكتطلعوا بالزربه. غنوريكم كيفاش، وهذه راه ساهله كتصدق فيها الهيد شوت بزاف. هكا كتطلع الام بالزربه راه كتجيب الهيد شوت ضروري. هكا هكا عاوشان. المهم هادي ضروري خصكم تحفظوها، اجي لهاد البلاصه هادي ودرب مزيان غادي تولفها. المهم بحال هكا كتجي كتجري مع كتحط في الارض مع كتطلع العين. صافي هادشي اللي كاين باش تعلم وان شوت، صافي هادشي اللي كاين. المهم نخليكم دابا مع شي لقطات. المهم الدراري هادشي اللي كاين، وقولوا لي كيجاكم الفيديو واش استفدتوا واش ما استفدتوش، خلي معاك شي كومونتير تحفيزي. المهم تبغيو نوريكم ام بي 40 ولا اس كا اس ولا دراغانوف، كتبوا لي في كومونتير شنو باغيين في الفيديو الجاي. بيس.